الآن عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية. استعرض أيضا المستشار عمر مروان وزير العدل التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت عن لجنة فض منازعات الاستثمار وما تم تنفيذه منها حتى الآن ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد وأيضا أسباب التأخر في التنفيذ. خلونا مشاهدينا الكرام للتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة رانيا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طيب كان هناك لقاء مثمر بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، كان فحوى هذا اللقاء هو متابعة معدلات تنفيذ القرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. نعم. إلى أي مدى مثل هذا اللقاء يمكن أن يخرج بتوصيات من شأنها حلحلة المشكلات الخاصة بالاستثمار في ظل المشهد الراهن خاصة الاقتصادي سواء في مصر أو على مستوى العالم؟ تفضل. يعني هي لقاءات دورية طبعا بيعقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع كافة الوزارات طبعا. نعم. لمتابعة المشروعات وما يجري طبعا من مشروعات داخل هذه يعني الوزارات المختلفة من أجل تسريع وتيرة العمل في كل الوزارات المختلفة. لجنة فض المنازعات بالنسبة للسادة المشاهدين هي بتعمل على يعني تلقي طلبات المستثمرين إذا كانت هناك شكاوي أو تظلمات وما لذلك، ولكن هذه اللجنة بتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وهذه اللجنة طبعا بتعمل على وضع آليات يعني مستمرة بالنسبة للمستثمر. الهدف من هذه الآليات هو حصول المستثمر على حقه سواء هذه المنازعات كانت بين المستثمر ومستثمر آخر أو بين مستثمر ويعني جهة حكومية أخرى. يمكن هذه اللجنة بتعقد حوالي جلسة أو جلستين شهريا وبيتم البت أو النظر في من 25 إلى 30 طلب أو شكوى. هذه اللجنة بتعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية وهو توطين الاستثمار أو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. حضرتك أشرت يا فندم إلى نقطة مهمة وهي توطين الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. احنا شايفين مصطلح التوطين هو ما يعني تتحدث عنه الدولة دائما سواء توطين الصناعة توطين الزراعة توطين الاستثمار. كيف يمكن توطين الاستثمار بالمعنى المفهوم أو ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة خلال هذه الفترة وتحقيق المعادلة الصعبة؟ احنا بنعيش دلوقتي ربما فترة من أصعب المراحل التي يمر بها العالم وليس مصر فقط. يعني توطين الاستثمار بالمعنى الاقتصادي هو يعني ازاي لما بتكون هناك مشكلة بين المستثمر وجهة حكومية أو بين المستثمر وزميله من المستثمرين الآخرين زي بيتم حل هذه المشكلة من خلال لجنة فض المنازعات واحتواء الآثار السلبية اللي هي قد تنجم عن بعض المستثمرين. بدل ما المستثمر بيلجأ للتحكيم الدولة، لا، ده الدولة المصرية قادرة والدولة المصرية لديها الإرادة السياسية والدولة المصرية مهتمة جدا بالمستثمرين سواء هذا المستثمر أجنبي أو محلي، والدولة المصرية مهتمة جدا بالقطاع الخاص، ولذلك بتعمل على تنفيذ يعني قرارات اللجنة العليا أو لجنة فض المنازعات بالنسبة للاستثمار. ويمكن رئيس مجلس الوزراء بالفعل تم زي ما حضرتك أشرت ما هي التوصيات أو هي المقترحات لهذا الاجتماع. بالفعل رئيس مجلس الوزراء وجه بنقل تبعية الأمانة الخاصة لتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى يعني هيئة مستشاري مجلس الوزراء. نعم. والهدف من هذا القرار هو تسريع وتيرة تنفيذ مثل هذه القرارات التي تصدر عن لجنة فض المنازعات. وكان هناك قرار آخر أو تعليمات أو تكليفات من رئيس مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات المختلفة، قيام الوزارات والمحافظات المختلفة والجهات التي لديها قرارات يعني واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات على أساس يتم موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لما تم التنفيذ خلال يعني أسبوعين من اليوم. أي خلال أسبوعين من اليوم
ان كل الوزارات وكل المحافظات تبلغ الامانه العامه لمجلس الوزراء عن تنفيذ مثل هذه القرارات. ده شيء مهم جدا، اي ان الوزارات والمحافظات المختلفه يعني لديها لابد ان هم خلال الاسبوعين تبلغ مجلس الوزراء. واحنا شفنا كذلك يعني مجلس الوزراء كان عمل لجنه دائمه داخل مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، وبالفعل هذه اللجنه تلقت خلال الفترة الماضية لا يقل عن 1615 شكوى من المستثمرين، وتم البت في حوالي 1260 يعني شكوى بنسبة حوالي 80%، وصدر بالفعل زي ما قال رئيس مجلس الوزراء حوالي صدر 1000 قرار لصالح المستثمرين. هذه الشكاوى أستاذة رانيا يمكن هناك شكاوي على مدار يعني سنوات متعددة، كانت هناك شكاوى متراكمة. طيب يا فندم، زي ما حضرتك أشرت أنه يعني ربما هناك نسبة كبيرة من الشكاوى التي تم البت فيها، وربما هناك نسب قرارات لم يتم البت فيها حتى الآن، ولكن الواضح يعني نسبة وتناسب أن هناك ردة فعل إيجابي من قبل المسؤولين أو الجهات المنوط بها ذلك. ولكن فيما يتعلق ببعض القرارات التي لم يتم البت فيها حاليا، ما هي ربما تكون أسباب التأخير؟ طبعا مهم جدا أن المستثمر يعرف ما هي أسباب التأخير، ليكون هناك ربما يعني نوع من أنواع التواصل أو أن يضع يده على المشكلة بشكل كبير. يعني إذا كان هناك روتين أو بيروقراطية في بعض المحافظات أو بعض الوزارات المختلفة، عشان كده تم نقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى تبعية مستشار مجلس الدولة، والهدف هو تسريع. يمكن حضرتك أشرت نقطة مهمة جدا، طبعا القرارات التي لم تنفذ، ما هم هيبلغوا خلال الأسبوعين الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد عملية التنفيذ خلال أسبوعين من اليوم، وده يستطيع أي مستثمر طبعا يعني الحصول على القرارات، طبعا ليه القرار بتاعه ما تنفذش وما إلى ذلك. وهذه طبعا القرارات يعني واجبة التنفيذ، بمجرد يعني صدور مثل هذه القرار هو واجب التنفيذ سواء لصالح المستثمر أو ضد الجهة الحكومية وما ذلك، اللي هو طبعا مشتكي منها المستثمر. ولكن ده بيأكد إيه؟ بيأكد اهتمام الدولة المصرية على أن هناك بالفعل هناك تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وأن الدولة المصرية والحكومة المصرية مش هتسمح لأي موظف قد يكون موجود في محافظة ما، قد يكون موجود في وزارة ما، أن هو يعطل مسيرة العمل أو يعطل مسيرة التنمية أو يعطل يعني المستثمر. لا، ده الدولة المصرية بتبذل مجهودات قصوى في هذا الأمر، بدليل السيد الرئيس بيجتمع مع المستثمرين، بدليل رئيس مجلس الوزراء قال في أكثر من لقاء في مؤتمر صحفي بابي مفتوح للمستثمرين. صحيح. والهدف هو تذليل الصعاب أمام المستثمرين. أي أن ولكن الواحد بيعتبر أن القطاع الخاص أمامه فرصة ذهبية خلال هذه الفترة، أن الدولة المصرية بتفتح أبوابها، وبالفعل الحمد لله لديك مناخ يعني مناخ جاذب للاستثمار. طيب يا فندم، حضرتك حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة، وأنه أصبح في مصر الآن مناخ جاذب للاستثمار، وبالتأكيد هناك تذليل لكافة العقبات فيما يتعلق، وشفنا طبعا الرئيس في أكثر من مناسبة بيعول كثيرا على المستثمرين وعلى مجتمع رجال الأعمال وأيضا القطاع الخاص، على أساس بنقول زي ما بقول كل حلقة أن الدولة تضع الخطط والقطاع الخاص هو من يقوم بالمشاركة مع الدولة في تنفيذ هذه الخطط. ولكن هل ذلك ينطبق على المستثمر المصري فقط؟ ولكن ماذا أيضا عن المستثمر العربي والمستثمر الأجنبي، وكيف يمكن جذب هذه أو هذه الأنواع من الاستثمار، خاصة نحن في حاجة ماسة إلى ذلك في هذا التوقيت؟ هو ما فيش تفرقة بين مستثمر محلي أو مصري أو أجنبي أو نفس عربي، البروتوكول. كل المستثمرين أمام القانون سواسية. إذا كان هناك مستثمر أجنبي أو محلي لديه مشكلة مع الجهة الحكومية أو مع مستثمر زميله وما ذلك، أو أي مستثمر آخر، يستطيع أن هو يتوجه لي يعني لي هذه اللجنة، ويستطيع أنه هو يقدم طبعا الطلب وما لذلك.
الاتجاهات لبحث الشكوى الخاصة به داخل مجلس الوزراء، زي ما تحدثنا لاحقا أستاذ رانيا، وجود اللجنة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وحلت طبعا يعني حوالي 80% أو البت بحوالي 80% من مشكلات المستثمرين، بالإضافة للجزئية الأخرى وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يعني لدى المستثمر هناك يعني بابين، إذا كانت لديه مشكلة لإما مجلس الوزراء أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يستطيع من خلال البوابة الإلكترونية، هناك يعني منصة أو بوابة إلكترونية لتقديم مثل هذه الشكاوي، وبيتم حل هذه الشكاوي مع تقديم المستندات الدالة. وبالفعل الدولة المصرية حريصة كل الحرص، ليس لديك رفاهية الوقت بحضرتك بتحاولي بتسرع الخطى، واحنا عارفين الأزمات العالمية وما ذاك، ولكن بتحاول ان انت بتسرع الخطى من اجل جذب مثل هذه الاستثمار. ويمكن يوم الأربعاء المقبل ان شاء الله طرح شركتين من شركات القوات المسلحة يعني امام البورصة او للقطاع الخاص، سواء البورصة المصرية او يعني المستثمر. وهذا خبر الحقيقة جيد جدا، يعني ننفرد به من خلال برنامج مصر كل يوم. وحضرتك اشرت الى نقطة مهمة طبعا بنشير اليها من خلال برنامج مصر كل يوم، ان من لديه مشكلة يتوجه الى مجلس الوزراء او الى الهيئة العامة للاستثمار. شكرا جزيلا الاستاذ حسن ابو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، اشكرك يا فندم جزيل الشكر.